بسم الله الرحمن الرحيم. President Abdel Fattah al-Sisi, Mr. Secretary General, President Mahmoud Abbas, Your Royal Highnesses and Excellencies, my friends. أصدقائي، اسمحوا لي أن أبدأ بشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام غوتيريس على تنظيم هذا المؤتمر المهم مع الأردن. نقف اليوم عند منعطف حاسم في تاريخ البشرية. إن ضميرنا المشترك يتعرض للاختبار الآن بسبب الكارثة في غزة. إن إنسانيتنا ذاتها على المحك. على مدى 8 أشهر ودون توقف ظل سكان غزة يواجهون الموت والدمار اللذين فاقت درجتهما بكثير أي صراع آخر منذ أكثر من 20 عاما. شبح المجاعة يلوح في الأفق والصدمة النفسية حاضرة دائما وستبقى آثارها لأجيال قادمة. وكل مكان في غزة عرضة للدمار. وأدى بدء عملية العسكرية في رفح إلى تفاقم الوضع المتردي، وتم تهجير ما يقارب 1 مليون من سكان غزة قصرا مرة أخرى وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء. وحتى أولئك الذين نزحوا مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان يتم استهدافهم. لا يوجد مكان آمن. أصدقائي، إن الاستجابة الإنسانية الدولية في غزة دون المطلوب بدرجة كبيرة، إذ يواجه إيصال المساعدات عقبات على جميع المستويات، ولا يمكن لعملية إيصال المساعدات الإنسانية أن تنتظر وقف إطلاق النار، كما لا يمكنها أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف. أهل غزة لا يتطلعون إلينا من أجل الكلام المنمق والخطابات، بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع، وهم بحاجة لذلك الآن. وبينما نجتمع هنا اليوم وقضايا كثيرة على المحك، فإن تركيزنا المباشر يجب أن ينصب على 4 قضايا بالغة الأهمية. أولاً، هناك حاجة إلى آلية قوية للتنسيق تشمل جميع الأطراف على الأرض، وإن فض الاشتباك بشكل مؤثر وشامل بين الجهات الفاعلة على الأرض أمر أساسي لضمان قدرة وكالات الإغاثة على العمل والتنظيم وأداء واجباتها بأمان وبشكل كاف ومستدام. ثانياً، إن الممر البري هو الطريق الأكثر فعالية لتدفق المساعدات إلى غزة. هناك حاجة ماسة للموارد الدولية للتركيز على ذلك بشكل عاجل. ويجب أن نكون مستعدين الآن لنشر عدد كاف من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي. وهناك حاجة إلى 100 الشاحنات داخل غزة والمزيد من المساعدات لضمان تدفقها المستمر بشكل فاعل عبر الطرق البرية إلى غزة. ولا يمكننا أن ننتظر شهورا لحشد هذه الموارد. فما لدينا اليوم هو ببساطة بعيد كل البعد عما نحتاجه. وبالرغم من ذلك سيواصل الأردن إرسال المساعدات إلى جانب المنظمات الدولية والجهات المانحة عن طريق البر رغم العوائق. وسيواصل الأردن أيضا عمليات الإنزال الجوي، وسينظر في إمكانية استخدام طائرات عمودية ثقيلة لتأمين المساعدات على المدى القصير وبمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. ثالثاً، إن كمية ونوعية المساعدات المقدمة إلى غزة أمر أساسي ولا يقل أهمية عن غيره من المتطلبات، إذ يجب توفير الأدوية والمياه ومواد الإيواء بشكل كاف ومستمر. ويجب علينا أن نضمن وجود مخزونات كافية لإرسال المساعدات دون تأخير بمجرد أن نتمكن من تكثيف عمليات الإغاثة. وأخيراً،
وهذا مهم. أود أن ألفت انتباه الجميع إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني المتردي في الضفة الغربية، حيث استشهد وأصيب مئات الأطفال، بينما اعتداءات المستوطنين وتوسيع المستوطنات والعقوبات الاقتصادية والقيود على الحركة والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس في أسوأ حالاتها. وقد بدأ الأردن بالفعل بإرسال المساعدات إلى الضفة الغربية منذ أشهر لدعم الفلسطينيين في هذه الظروف الصعبة. فقد قدمنا ما يزيد عن 25 مليون دولار من المساعدات الغذائية والطبية منذ 7 تشرين الأول إلى الضفة الغربية، ويعمل مشفى ميداني للقوات المسلحة في نابلس. هذا بالإضافة إلى ما يقارب 75 مليون دولار من المساعدات الأردنية المباشرة لغزة منذ بدء الحرب. ونقوم أيضا بتشغيل مستشفيين ميدانيين في الشمال والجنوب. وهنا مرة أخرى يجب أن نحذر من أنه دون تحرك من جانب جميع الحاضرين اليوم، فإن التوترات في الضفة الغربية يمكن أن تتفاقم إلى صراع أوسع من شأنه أن يترك أثرا مدمرا على المنطقة. أصدقائي، لا يمكننا أن نتخلى عن غزة، فيجب أن تكون أولوية الجميع. التاريخ سيحكم علينا من خلال أفعالنا. إنه اختبار لإنسانيتنا وإخلاصنا. شكرا جزيلا.